السلام عليكم. السلام ورحمه الله. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. ابو حسين. ابو حسين غسل حياك الله. ام حسين. ام حسين حياكم الله ورمضان كريم عليكم الجميع ان شاء الله. شلون اجواء قرقي عام بالبصره؟ والله هي احنا نترقب هاي الاجواء مال قرقي عام البصره، يعني اطفال حلوه واطفال تفرح و تم وليد ابو انا 1971 بس يعني عندك ذكريات اجواء قرقيعه؟ والله اتذكر على ايام شو مر عليك ماي ماي دائما احنا نشحيت ونركض ندق البيبان مال العائله. شنو تعني لك اجواء قرقيعه؟ والله حلوه حلوه. يوم يتجون هنا لو اليوم كل هيك كل اسبوع نجي لنا جايه وحده. اي والله احسن. شبيه حسون؟ لا ما حبيبي هذا بالفضل. ابو الفضل الله يحفظه ان شاء الله. هذا علوشي. ليش سموه قرقيعان؟ قرقيعان يعني بس ما تقول ايش اقول لك والله ما معنى الاسم هذا. ليش؟ للاطفال هو يعني الاطفال. الاطفال القرقيع ايش يسوون وسووا هذا الاسم على هذا اليوم يعني. بس احنا البصره ودول الخليج يسمونه القرقيعان. القرقيعان لا مو شمال يعني باقي المحافظات لا يسمونه ما جينا يا ما جينا. ما جينا يا ما جينا يختلف على البصرة. اي صحيح الجنوب احنا والخليج والكويت الخليج لا يسمونه قرقيعان. اي صحيح قرقيعان. شنو معنى هذا الاسم؟ الاطفال شو يسوون؟ شو يقرقعون؟ وين يقرقعون؟ طبعا البيبان. على البيبان على البيبان الناس من القرقعه. اي اجت هاي التسميه صحيح. القرقيعان يقرقعون بالطوسي صحيح. قرقعت بالطوس قلت لك. لا انت قلت خشب. اي خشب احنا. لا 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 وكان الطوس ضيعان. لا ايش كانت قبل طوس طي طاسه طاسه طي. علينا وعليكم اجمعين. جائزه مقدمه من شركه الزان موزع معتمد لشركه اسيا سيارة. ان شاء الله فرصه سعيده. نشوفكم خير حبيبي الله يحفظك. دعوه للشعب العراقي. الله الله يحفظ ان شاء الله امه محمد ويحفظ العراق اجمعين، يحفظ العالم الاسلامي، الامن والامان ولكل العالم ان شاء الله الاسلامي. الله يحفظك ان شاء الله. يستر عليك حبيبي. الله يحفظك.